ومن هنا جاء تحذير الأمم المتحدة من أن مناطق الصراع مغناطيس وأوكرانيا لا تشد عن القاعدة، مؤهلة لأن تصبح مصنعاً للمخدرات والمتاجرة بها. جغرافياً تطل أوكرانيا على أكبر الأسواق الاستهلاكية للمخدرات، من روسيا نحو السوق الآسيوية ومن الغرب نحو السوق الأوروبية. وماذا عن المساحة؟ كبيرة بما يكفي لإخفاء أثار الجريمة وأدواتها معاً، وبنية تحتية متقدمة علمياً لإنتاج أنواع جديدة من المخدرات. وكل ما سبق جعل أوكرانيا وجهة مهمة في تجارة المخدرات، فخلال سنة قفز عدد مختبرات الإمفيتامين من 17 إلى 79 مختبراً، الآن هو الأعلى عالمياً، ومن المرجح ارتفاعه مع استمرار الحرب أو أن يحدث العكس تماماً. فالنزاعات يمكن أن تعطل طرق التجارة المعروفة أو أن تحولها كما يحصل الآن في أوكرانيا. المفارقة، صحيح أن الحرب في أوكرانيا هددت الأمن الأوروبي، لكنها خفضت تدفق مادة الإمفيتامين منها كما يقول جيرانها. الحال تختلف إذا طالت حرب الاستنزاف. مناطق النفوذ والصراع سيتم حصرها وتحديدها وطرق التهريب كذلك. وكما تقول الخبيرة الأممية بالجريمة والمخدرات أنجيلا مي، حيث لا يوجد هناك رجال شرطة يتجولون ويقفون ويوقفون المختبرات، تجارة المخدرات ستنمو وتنمو.